هاي، في تعليق هنا بيقول ارسم علم اسرائيل وليك 2 مليون مشترك. يلا بينا نبدأ. اول حاجة قلت اجرب علبة الوان الاكليريك الجديدة، مش خسارة فيهم. هنطلع من العلبة الالوان اللي هنستخدمها في العلم، وهما اللون الازرق واللون الابيض. وهنا جمعت اللون الازرق من كل الخامات، الماركر والالوان الخشبية وكمان الالوان السوفت باستل، بعدين هنرميهم. على عهدي على ديني على ارض تلاقيني، انا لاهلي انا فديهم، انا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، انا دمي فلسطيني. على ديني على ارض تلاقيني، انا لاهلي انا فديهم، انا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، انا دمي فلسطيني.